بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على إمام العباد والمتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منصب عظيم ومحل كريم أن تستظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، سعادة ليس فوقها سعادة، وعطية ليس فوقها عطية، الخلق في الشمس والحر والعرق وأنت في ظل عرش ربك وفي رحمة ربك وعلى منابر من نور بجوار الرحمن سبحانه وتعالى. عباد الله، إن أردنا أن نكون ممن يستظل بظل عرش الرحمن فهناك صفات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبة للاستظلال بظل العرش، علينا أن نعمل بها وأن ندرب أنفسنا ونعودها عليها، علنا أن نكون ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى يسهل لنا التحقق بهذه الصفات والعمل بها. فنحن في كل حلقة نأخذ نموذجا من النماذج التي ظهر عليها التحقق بهذه الصفة، ونحسبهم إن شاء الله تعالى ممن تحققوا بها حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، ثم نأخذ من سيرتهم ومن أخبارهم عبرة لنا، علنا نقتدي بهم حتى نستظل بظل عرش الرحمن. في كل صفة من الصفات نأخذ 7 أشخاص، فلنا 7 من 7 الصفات، وأنموذجنا في هذه الحلقة هو الإمام العابد الخاشع الناسك الذي يسمى حمامة المسجد، اسمه حمامة المسجد، عبد الله بن الزبير. نستعرضه عند استعراضنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. أحب البلاد إلى الله مساجدها، أبغض البلاد إلى الله أسواقها. رجل قلبه معلق بالمسجد، باطنه وفؤاده وضميره معلق ببيت الله سبحانه وتعالى. حمامة المسجد عبد الله بن الزبير. لماذا سمي حمامة المسجد؟ لطول اعتكافه في المسجد الحرام، أقام حينما كان بمكة بجوار المسجد الحرام، فكان يصلي فيه كثيرا، كان يصلي في الليلة الواحدة 1 ركعة من بعد العشاء إلى الفجر لا يقعد فيها، في اليوم الثاني يصلي 1 ركعة ثم يهوي للركوع فيظل راكعا لربه جل وعلا فلا يرفع راسه حتى قرب الفجر رضي الله عنه وأرضاه. صلى يوم من الأيام صلاة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام ولم يرفع راسه ولم يحرك راسه في صلاته، كان إذا صلى تظنه الطيور والحمام أنه خشبة من الخشبات أو جدار من الجدران فتقوم فوق راسه من كثرة ثباته وخشوعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. كان إذا صلى لا يلتفت في صلاته، خاشعا حاضرا مع اعتكافه في المسجد. مرة من المرات صلى في بيته فصلى لله تعالى وأحرم بالصلاة، وبجانبه أحد أبنائه طفل من الأطفال، فسقطت من السقف حية فالتوت على عنق الصبي، والناس يصيحون: الحية الحية، والصبي الصبي، وهذا يتحرك من هنا وهذا من هنا، فما زالوا حتى قتلوا الحية وسلم الصبي والحمد لله جل وعلا. وابن الزبير في صلاته لا يلتفت، ثم لما أكمل صلاته وجدهم على غير الحالة التي دخل فيها إلى الصلاة: ما بالكم؟ ما الذي حصل؟ قالت له أم هاشم زوجته: سامحك الله، أنا هون عليك إلى هذه الحالة؟ أيهون عليك ولدك؟ تسقط عليه الحية ثم لا قال لها: والله ما شعرت بشيء وقد كنت في صلاة. قالت: هل التفت حين سمعتنا؟ قال: إذا التفت التفاتة في صلاتي فماذا يبقى لي من صلاتي؟ ماذا سيبقى لي من ثواب الصلاة إن أنا التفت التفاتة واحدة في الصلاة؟ كان حريصا على أن يعبد الله تعالى في المسجد الحرام، لا يمنعه عن الجلوس في المسجد شيء، حتى أنه يوم من الأيام
سال سيل كثير فطبق صحن الكعبة فامتلأ صحن الكعبة من الماء من السيل، والناس يبتعدون، إذا امتلأ صحن الكعبة بالماء يبتعدون من السيل من أن يتبللوا أو أن يتضرروا أو أن يجرفهم السيل. فدخل عبد الله بن الزبير إلى الماء يطوف بالبيت سباحة، يطوف بالبيت الحرام سباحة، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. يوم أن حورب في مكة المكرمة رضي الله عنه وأرضاه أحرم بالصلاة يصلي عند الكعبة، والمنجنيق هو الذي يمثل الرصاصة في وقتنا الحالي يرمى عليه من يمين ومن يسار ومن فوق، وهو لا يلتفت كأنه لا يبالي بما يرمى من حوله رضي الله عنه وأرضاه. رجل قلبه معلق بالمسجد حتى سمي حمامة المسجد. هذا السر الذي حمله قلب ابن الزبير له علاقة بواقعه في أول حياته. هو أول مولود للمهاجرين في المدينة المنورة. أسماء بنت أبي بكر الصديق أمه قالت: وصلت المدينة وأنا متم، فولدته في قباء، فحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ تمرات فلاكها في فمه، ثم بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في فم عبد الله بن الزبير، فكان أول ما خالط جوف بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لبن أمه، ودعا له وبرك عليه، فكان له من الشأن ما كان رضي الله عنه وأرضاه، وأعلى الله درجاته في عليين. هو رجل قلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بالمسجد رضي الله عنه وجمعنا به في دار الكرامة. رسالة من هذه السيرة العطرة، من هذا النموذج المبارك إلينا معاشر المؤمنين: كيف قلوبنا في الصلاة؟ كيف نحن في الاسترواح في بيوت الرحمن؟ علينا أن نعود أنفسنا على الخشوع شيئا فشيئا. التلفت في الصلاة بالفكر أو بالنظر مذهب لروحها وسرها وجوهرها. ولنتذكر قول عبد الله بن الزبير: ماذا كانت مبقية لي من صلاتي التفاتة ألتفتها في الصلاة. المساجد بيوت الله تعالى وهي أكنانه رسالة إلى كثير من الشباب الذين يستهويهم القعود في المقاهي أو في الشوارع أو في البيوت، ويستثقلون الاعتكاف في بيوت الرحمن جل وعلا. هلموا إلى ربكم، واقبلوا إلى مولاكم، وادخلوا إلى المساجد، وعيشوا في كنفها، علنا أن نستظل وإياكم بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا ممن تحشرهم على منابر من نور برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.